عطوري عبطيف الكاتب العام ديال في الصين في الثاني من سجرة داخل تراب ولاية الدار البيضاء الكبرى، وقيدوهم الحرفيين من الناس الاولين اللي في 30 عام في الحرفة. الحمد لله التعامل ديالنا مع السياح دليل عنه، وهو انه السياح كيتزادوا سنة من بعد سنة داخل المغرب. الحمد لله كنتعاملوا مع معاملة طيبة، كيتعاملوا معنا معاملة طيبة، كنحاولوا نشرفوا وجه البلاد، اللهم لك الحمد. هو هذا المشكل ديال بعض الناس الله يهديهم بمعاملتهم مع السياح، ماشي غير طريفة الطاكسي، جميع الحراف ماشي ديما كيكونوا بعض الناس الله يهديهم ما كيكونوش واعيين تمام الوعي، وكيحاولوا يديروا يعني سعر اللي هو ماشي معقول. ولكن الحمد لله الداخلية جاهدة في هذا الباب، لأنهم الحمد لله الآن راه كيبدلوا لينا لي بيرمي كلنا، وزارة النقل ووزارة الداخلية كتحاول تقلص من هذه المشاكل اللي كانت دازوا بعض الناس بطريقة أخرى وحصلوا على رخص ثقة. ولكن الحمد لله الدولة الآن جرى كتبدل جميع السائقين بالمغرب البيرميات ديالهم، وحاطة النقاط على الحروف لا من شهادة الشواهد ديالو اللي خصو يدلي بهم على أنه عمره ما داز، نسأل الله السلامة والعافية، في السجن الشواهد العدلية، ولا فيش اونتي بيرميتريك ديالو، وجميع السوابق ديالو كيضبطوا معاه الا صاب، وعنده غير شي حاجه اللي كتخل به باش ما يكونش حرفي، راه ما يبقاش حرفي. وهذا هو ما سار عليه القانون، وهذا هو اللي عشناه في الاول. هو الطريفه داخل البلاد وخا يمشي من قنت البلاد من مثلا من عين السبع حتى البرنوسي، ما حتى الولفه ما تفوتش له 50 درهم. انا هاد القضيه ديال هاد الناس اللي كيتجاوزوا ما نقدرش نقول لاختي، والله ما نقدر نقول لاختي بكل صراحه، ما كنعرفوش عليهم مزيان ولا اله الا الله. هو الصعوبات والتضايقات الكبيره اللي ولات عندنا الان، وهو حنا كنعرفوا كمغاربه اي سياره ما كتحملش الاجريمون الرخصه ديال التنقل كتسمى غرونديستا، كتسمى خطاف. فبالتالي دابا بداو واحد الناس كيسميوها سيارات، يدخلوا لاي سميه، اما هو خطاف حد ذاته خطاف، ما عندوش رخصه، ما عندوش تامين على اشخاص اللي هما ماشي العائله ديالو، كيخضع لواحد القوانين اخرى. مثلا غنتاخذوا على سبيل المثال هذه السياره نوع بيجو 205، هي تاكسي. الا مشينا ناسوريوها وهي سياره بمعنى بيجو 205، غناسوريوها ب 2800 درهم ولا 3000 درهم. ملي كتزاد عليها لاكريمون كيولوا كيركبوا فيها الناس، حنا الحمد لله راه كنقلوا جميع الفئات، بمعنى كيتخلصوا منك على دوك الناس اللي غادي تركبهم وغتنقلهم عندك في الطوموبيل. كيتصبح التامين ديالها 12000 درهم، كتضاعف على 4 مرات. علاش؟ لانك ترفد فيها ناس مهمين، وهذا خصك تخلص عليها القوانين، زياده على انه كتخلص ضرائب وكتخلص قوانين ديالها. بالتالي هاد الناس اللي هما خطاف راه الناس ما تتعرفش، راه معرض راسو اولا للهلاك. هذاك السيد اول ما كتوقع بعد حادثه خصو ينكرو، كيقول لهم انا مهازو ما مخلص منه، ما هو بدا كيتملص منه. هالقانون ولا كيعاقب هذاك السيد اللي راكب، لانه ما راكبش سياره اجره، راكب مع خطاف. فبالتالي ما يسمى بليزابليكاسيون الان، فهادو سيارات لا حق لهم باش يشتغلوا كسيارات نقل. الحمد لله الدوله مقنا، دايره وزير النقل، دايره وزير العدل، دايره وزير الداخليه. المطالب ديالنا هاد الناس ما خصهمش يشتغلوا معنا بالبتات في الشارع. والدليل عن هذا، الدليل القاطع، حنا كنحاربوهم فين ما شفنا شي واحد من هاد النوع كنديروا معاه الاعمال. والسلطه مشكوره في هذا الباب، السلطه المغربيه للامن ولا الدرك خداما، كيدخلوهم كتعتقل السياره في المحجز، كيمشي البيرمي لوزاره النقل، هنا كيتبين على انهم راه ما عندهم حتى قانون. كون عندهم قانون ما غيجيوش دابا يقولوا ندير لك سياره المحجز ونديروا لك هي سياره اجره. فبالتالي انا كناشد خوتي المغاربه ما يأديوش بوليداتهم وبناتهم ويصيفطوهم مع هاد الناس باش تبقى بعد عندنا صوره وتبقى عندنا قيمه. كيفاش نرضى نشد الدريه بنتي ونعطيها انا الواحد يديها هو عنده سياره عاديه؟ هذا ما كيشرف لا مسلمين ولا مغاربه، ما كيشرفناش هادشي. الكلمه الاخيره اللي نقول اخوان، وهي يتوكلوا على الله سبحانه، لا اله الا هو، الارزاق بيد الله،
يعمم بحال مغربي بحال اجنبي بحال جميع بحال بحال. انا عندي في العقل ديالي بحال شنو فرق؟ بالعكس راه ملي كنتعامل مع داك المعامله الطيبه كنبين له الاسلام، كنبين له الدوله، كنبين له كيكون في هذيك الساعه انا حامل بزاف ديال 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 الرايات فوق كتافي. اذا خصني نبين ليه الاسلام كيفاش كيتعامل، كيفاش كنتعاملوا كمسلمين كمغاربه كناس حقانيين الحمد لله. اجانب ما عندناش معهم حنا مشكله بنت الناس، حنا المعاناه اللي عندنا معاناه اخرى يعني من واحد الشكل اخر. مول السياح ما عندناش حنا تقريبا 20 عام هادي حنا كنتعاملوا مع السياح، يعني ما عندنا معهم حتى شي مشكل الحمد لله. بالنسبه لنا حنا الكرون طاكسي عندنا تسعيره باش كنخدموا، فهمتي؟ يعني المطار المدن الاخرى ولا هذا ما عندناش مشكل، باش كيمشي مغربي باش كيمشي سائح، ما كنفضلوش هذا على هذا، عندنا كلشي بحال بحال. نقل السياح راه بحالو بحال المغربي، المغربي كيخلص 300 درهم من المطار، راه السائح كيخلص 300 درهم من المطار، بحال بحال ما كاينش فرق. لان ما نقدروش نزيدوا عليه، كاينه مراقبه ديال الدرك الملكي، كاين الناس كيسولوا على راسهم، كاين الانترنت، كاينه مكتوبه كبيره في المطار، ما كنقدروش حنا نزيدوا على عباد الله. كنشرحوا ليه عندنا طريفه في الطوموبيل باش كنخدموا، كنخليو ليه الاختيار يوصل للمطار ويسول على راسو، فهمتي؟ حنا عندنا الحق من واحد حتى لستة الناس، يعني ستة الناس داكشي اللي غيخلصوا الطريفة ديال 300 درهم كأنه غيخلصها واحد، ما عندناش معاهم حنا مشكل. ما كنقولوش ليه انت وحدك ولا هذا ولا عنده الباكاج جوج ثلاثة أربعة لاكورس ديال الطاكسي معروفة المطار. لا ماشي اللي علينا حنا، مفروضين علينا شي حوايج ما نقدروش نغيروهم، واش فهمتي؟ عندنا قانون خدامين به اللي فرض عندنا وزارة السياحة وفرضوا عندنا المطار وفرضوا عليه، عندنا طريفة باش كنخدموا، يعني ما نقدروش حنا نغيروا شي حاجة، ماشي بحال البتي تاكسي، عنده كونتور كيتاوى الله يسهل عليه دبر راسو، حنا كرون تاكسي ما عندناش هادشي، سيرتو اللي كنديروا لوطيلات وكنديروا المطار، هذا هو اللي كاين، هذا هو الفرق اللي عندنا. الصعوبات اللي كنواجهوا ما مع هادشي ديال لابليكاسيون الخطافة، هما اللي كنواجهوا الصعوبات اللي عندنا. ولات لا كونكيرونس في هادشي ديال الخطافة قتلونا. هادشي اللي كاين. الخطاف ما عنده لا ضريبة، ما عنده اسيرونس، ما عنده كريمة، ما عنده حتى شي حاجه اللي كتحميه، واش فهمتي؟ مول الطاكسي عنده 12000 درهم ديال لاسيرونس، عنده كريمه ب 2000 درهم ب 2500 درهم اللي دايره دابا الدوله، عنده طريطه ب 2000 درهم. الخطاف ما عنده والو، عنده رجليه، هذا هو اللي كاين. الدوله اللي مسؤوله على هذه الفوضى العارمه اللي كاينه في القطاع ديال النقل، الدوله هي المسؤول الوحيد، لان هاد لي زابليكاسيون خدامين بار سونتر دابيل. سونتر دابيل الطاكسي ما عمره كان عنده وسيط، واش فهمتي؟ هما اللي كيساهموا في هاد المشاكل ديال الخطفه، هما اللي كيساهموا في مشاكل السرقه، هما اللي كيديروا الدعاره، هما اللي كيمشيو للفيلات. مول الطاكسي عنده 14 نمره، هذاك ما عنده حتى حاجه، عنده بيرمي وكيكري طوموبيل بالكارانتي. كتوقع شي مصيبه كيخلي الطوموبيل وكيهرب. انا 15 يوم ضربني واحد بالطوموبيل هنا. 6 سنين هادي ضربني واحد ملي جينا نشوفو لقيناه مهندس. ديك النهار شدينا طبيب. ديك النهار شدينا ضابط ممتاز، يعني الدولة كتساهم في هادشي. هادشي اللي بغيت نقول لك يا بنت الناس، يعني اللهم إن هذا منكر حسبي الله ونعم الوكيل في هاد الناس هاد. هاد الحالة ما نقدروش نعموها على جميع السائقين المهنيين، واحد الحالة في المية. حنا كنمثلوا الواجهة ديال البلد ديالنا، يمكنش نتعاملوا هاد المعاملة هادي مع الأجنبي، حنا عندنا كلشي سواسية. مشكل يمكن نتجاوزوه. هذا مشكل بسيط، يعني كنطلبوا من المسؤولين يسقفوا لنا واحد التسعيره يمكن يعني اللي يمكن، حيت مثال نعطيك واحد المثال بسيط، يعني ملي كيجي الاجنبي كيجي مع الباكاج ديالو، يعني بالنسبه للتنقل يمكن نخدموا ليه العداد، ولكن بالنسبه للباكاج هنا فين كيكون المشكل، يعني مشكل بسيط يمكن نتفاداه. كلشي حنا معامله سواسيه، انا خلقناكم شعوبا وقبائل لتتعارفوا، ما يمكنش غادي نديروا الفرق ما بين الاجنبي وما بين لا هذا مو. يعني يمكننا نتجاوزوا هذا الشيء، وكنتمنى من السائقين المهنيين يتعاملوا معامله جيده مع السياح. هذا الشيء اللي غادي نقول لك. طريفه كنشتغلوا بها، اللي هو الثمن اللي عطينا الدوله كجوج درهم بالنهار وثلاث درهم في المساء. هذا الشيء اللي كاين باش كيبدا. كل شيء بالتفاهم وكل شيء بالحوار. كنتمناهم يكون واحد الحوار ما بين السائقين المهنيين والزبناء. ماكسيم وصيف، كاتب عام حي محمد عين يعني سبان، منظمة الديمقراطية النقل واللوجيستيك متعددة الوسائط. بالنسبة لهنا المحطة ديال كازا فوياجور كيتوافدوا تقريبا على طول الساعة، على طول المدارات كيتوافدوا السياح الأجانب،
وبالنسبه لنا تقريبا كنديهم كونت ولا بغاو يمشيو مع الناس، وبعد مرة السائحه كتشرى ديك الكوتيني بوحدي لا كيزيد واحد 10 درهم حتى 15 درهم. هادشي اللي هادشي باش خدامين هنا في كازا فويجور. بالنسبه للمواقع في مراكش فحيتيات حنا ما عارفينش بالضبط، ان هذاك اليوتيوب بور فهو معروف ب ماكير كما كيقولوا، فايت ليه دار في الشيء اللي دار في فرنسا نفس الفيلم. الفيديو متقطع ما بينش ما واضحش، يعني سمعنا من عند الناس اخرين اللي كاينين تما في الميدان بان داك بانه دار في فيزيتا ماشي من كورسا، ما كانش غادا نيشان النخيل، كانوا غادي مناطق اخرين يعني مده واحد الساعه على ساعه ونص. هادشي اللي كنعرفو. والاجراءات اللي دارت السلطات ديال مراكش ما اجراءات قصريه ما خصهاش ديرها، انه كاين قانون كاين لجان، ماشي الطاكسي والهائط القاسي خص نصنتو للطرف والطرف الاخر. تحيه سائق سير الاجر دائما هو الحائط القصير، دائما فيما كتجي جا الضمان الاجتماعي فكان هو الاول اللي استفد منه، وفي نفس الوقت دعمو بواحد الشكل كبير 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 بزاف. ولكن ملي كنشوفوا الحقوق هذاك الشيء ما كاينش واحد القانون اللي منظم حقيقي. كاينين دوريات وزاريه هما غير كافيه بمثابه التوصيات، ما كنعتبرهمش حنا، لان حنا بغي نرقاو للطاكسي واحد نشوفوا واحد القانون منظم ملكه وما عليك، ونشوفوا هذا المستغل اللي وهب راسه واختار هذه المهنه وممكن تسلف واحد وباع الممتلكات ديالو باش دار الطاكسي. ما يمكنش بعد اليوم وغدا نجيو نقولوا ليه حق دوريه وزاريه السحب هذه مننا. حنا كنهضروا على الطاكسي الممارس اللي عنده السياره، واحد ما كنهضروش على موالي الشكير. وهذا الشيء اللي كاين خاص قانون، اللي قانون يكون حقيقي. لا تنساوش تزورونا على الصفحه الرسميه ديال لاله مولاتي وتضغطوا على سبسكرايب باش توصلوا بكل جديد.